السلام عليكم. دي المحاضرة الخامسة بتاعتنا في اللي هي الـ Construction Data Modeling. زي ما اتفقنا أو زي ما أنا قلت من المرة اللي فاتت، إن بداية من الفيديو ده والحبة اللي بعديه هتبقى الكلام على الأبليكيشن، مش على الجزء النظري زي ما كنا بنعمل قبل كده. فالنهاردة أنا هناقش الأبليكيشن بتاعة البيم في السوفت ويرز في الجزء بتاع 3D، وتاني احنا بنتكلم بيم مش كات، وهيبان الفرق دلوقتي. انا ما بتكلمش على الرسم، لا هنتكلم ازاي كل اللي احنا قلناه قبل كده بنقدر ننفذه دلوقتي ونطبقه في ال 3 دايمنشنز بالسوفت ويرز المتاحه. طب انا هتكلم على السوفت ويرز بتاعت اوتو ديسك بما ان دي الاكثر انتشارا. في طبعا حاجات تانية غير الريفت، مثلا في مثلا حاجه اسمها اركي كاد، دي شغالين بيها في اوروبا اكتر. في سوفت ويرز بتاعت شركه بنتلي، دي بيستعملوها اكتر في امريكا بالذات في الشغل مع الحكومه والكلام ده، بس انا تركيزي حاليا هيبقى على الاوتو ديسك بما ان ده الاكثر انتشارا. تمام، فايه الفانكشنز 3 دي اللي هنتكلم عليها؟ انا هتكلم على 3 فانكشنز، ممكن يكون في اكتر او اكتر من كده اكيد، وفي حاجات كتير كتير بتنزل كل سنه، بس انا هركز على الثلاثه دول اكتر حاجه، يعني دول سهلين الناس تبقى فاهماهم يعني بسيط ان تلقطها. فهتكلم على الاسكادول والكوانتيتيز، اللي هو ازاي من مجرد رسمه كاد، بدل ما هي كاد، لا دلوقتي احنا بنتكلم على بيم موديل في داتا عندي، فازاي ابدا اطلع جداول للداتا دي، كميات مواصفات كلام من ده. تاني نقطه هتكلم عليها الماتيريال تيك اوف، اللي هو الحصر زي ما احنا بنقوله بالعربي، وازاي دلوقتي بيتعمل اوتوماتيك خلاص، مش محتاج ان انت تقعد تحصر وتحسب مساحات وحجوم والكلام ده. تالت حاجه هتكلم على الكلاش ديكشن وانواع الكلاش ديكشن اللي هتكلم عليها، اللي هي الخاصه بال 3 دي. ال 4 دي هتكلم عليه بعدين لما اتكلم على ال 4 دي بين فانكشنز. فانا هتكلم في 3 دي، هتكلم على الانواع اللي هي الهارد والهارد كونسرفاتيف والكليرنس والدوبليكيتس. دول اربعه اللي هتكلم عليهم دلوقتي، الباقي هتكلم عليه لما اخش في ال 4 دي. البرامج اللي هتكلم فيها الريفت والنيفس وركس، النيفس وركس مانج بس. فهنبدأ بأول فانكشن عندنا اللي هي هتبقى في الريفت، اللي هي ازاي تطلع جداول وكميات بتاعت حاجة معينة. فانت دلوقتي بتخش عادي على في البرنامج، بتخش على فيو، تقول له سكادول، وتختار schedule quantities schedule dash quantities slash sf quantities، وتختار انت عاوز تعمل الجداول دي لايه. فانا مثلا قلت له مثلا انا عاوز اعملها مثلا للstructural columns في الموديل اللي عندي. انا استعملت تاني نفس الموديل اللي هو الاكزامبل بتاع الريفت، مع انه يعني ما فيهوش حاجات كويسه وتعبان، ولكن عشان خاطر يبقى accessible للناس كلها تقدر تستعمله هي عايزه بس. فبتقول له اوكي، ويقول لك والله طيب دلوقتي بقى انت بقى ايه الفيلدز او الحاجات اللي انت عاوز تشوفها في الاستراكشر كولومز دول انت اخترتها هنا. فانا مثلا قلت له والله مثلا انا عاوز اشوف الاي اف سي جي يو اي دي، وعاوز اشوف اللينثز بتاعت اطوال الكولومز دي، عاوز اشوف مين المانيفاكتشر بتاعها ان هي في لو هي ستيل، عاوز اشوف الموديل بتاعها، وعاوز اشوف التوب اوفست بتاعها ايه. دي الحاجات اللي انا عاوزك تطلع لي بيها جداول. بتبقى الحاجات دي مفيدة بالذات لو انت مثلا عاوز تشوف والله مثلا مقاسات بيبان مثلا عندك في المشروع في الموديل، مثلا انت عاوز تشوف المقاسات مثلا، فتبص مش مجرد حصر، لا تشوف انا عندي كام باب كذا 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 وبالشكل الفلاني والكلام ده، طب وريني فين الباب المعين ده على الموديل الاي دي، بتبقى لطيفة يعني. بس بعد كده تقول له اوكي، فبيطلع لك الجدول بالشكل ده. وفي برضه اوبشن تاني لو انت حابب نرجع تاني، ان انت ممكن تزود انت حاجة جديدة اف اكس، تعمل فانكشن جديد، فانكشن والله بحيث تعمل فيلد جديد. فلو فتحت الاف اكس يقول لك والله مثلا النيم بتاعها ايه، هتسميها ايه، هل هي فورمولا ولا نسبه، طب هل هي كومن ولا ستراكشر. هتلاقي في مثلا ستراكشر مثلا كومن، مثلا يقول لك مثلا دي مثلا تبقى فلوس، لينثز، ارياز، فوليومز، كلام من ده. لو مثلا هتلاقيها ستراكشر مثلا دي بيتكلم مثلا على ستريس وسترين ومش عارف ايه والكلام من ده. بعد كده تقول نوعها هي نمبر ولا تكست ولا ايه بالظبط. بعد كده تحط الفورمولا، حاجه زائد حاجه، حاجه ناقص حاجه، حاجه على حاجه. هدي اكزامبل عليها بالتفصيل بعد شويه بس انا قلت اوريها لك بس. فلما تيجي تقول والله مثلا طب الفورمولا دي ايه اللي بيخش فيها، بيخش فيها الحاجات اللي انت اخترتها في الفيلدز قبل كده. فهي نفس الخمس حاجات اللي انا اخترتها في السكادول، اللي يتعمل لها سكادول للفيلدز بتاعتها، هي دول نفس الخمسه. عاوز تزود حاجات تانية يبقى تزودها من الاول.
بس في النهايه مثلا بما ان ده الموديل بتاع ريفت التعبان فهتلاقي داتا كتير مش موجوده، زي مثلا اسمبلي نيم مش موجوده، ديسكريبشن مش موجوده، الاي اف سي جي يو اي دي مش موجوده، بس مثلا اطوال العمدان موجوده هي كلها. هتلاقي مثلا مش كاتب لك مفيش مانيفاكتشرز ومفيش موديلز، في مثلا بس في توتال اوفست، دي حاجه جيومتري، فالجيومتري خلاص موجود. فانت كده بتبدا تطلع الداتا وجداول داتا من اللي انت عايزه، من اللي انت عامله قبل كده. طيب حبيت اخش في تفاصيل اكتر، فعلى الشمال بتاع الجدول اللي بيطلع لك بتلاقي انت عندك حاجه اسمها اللي هي السورتنج او الجروبينج. فانا والله دلوقتي طب مش انا عاوز دلوقتي اشوف حاجات معينه، فساعدني لو سمحت. فاول ما هتدوس على الايديت هيطلع لك الويندو بتقول لك والله السورتنج، او طب انت عاوز السورت باي ايه. انت خلاص طلع لك الجدول بالشكل ده، عاوز تعمل عاوز تظبط الداتا بتاعته تشتغل عليها، فتقول والله مثلا اعمل لي سورتنج مثلا. فالفيرست كرايتيريا ممكن تعمل كذا كرايتيريا، فيعني ادي كرايتيريا، ادي التانية، ادي التالتة، يعني سورت باي، بعد كده بعد ما يتحقق اللي بقى ذن باي ذن باي ذن باي، اربعة كرايتيريا متركبين على بعض. وانا ممكن اسورت بتسورت تانية عن طريق الفيدز اللي انت اخترتها قبل كده، وتقول والله هتعمل فيها ايه. فانا عاوزها مثلا تحطها لي اولا في الهيدر ولا في الفوتر، عاوزك ترتبهم لي اسندنج او ديسندنج او كلام من ده. فانا قلت له مثلا خلاص اعمل لي ترتيب ديسندنج عن طريق اللينث، وبعد كده عن طريق الاوفس تعملها لي اسندنج بس. وقلت له اوكي، فتلاقيه اهو راح عمل لك اللينث من الطويل للقصير، وبعد كده اسندنج من الصغير للكبير في الايه في الاوفست. فبدأ يغير الداتا يعني كأنه بيديك اوبشن زي اللي موجود مثلا في اكسل شيت، ازاي تلعب بالداتا، تتعامل مع الداتا بتاعتك، وتبقى مفيدة ولطيفة في الريبورتنج مثلا. تمام. طب انا مثلا بعد كده مثلا حبيت اعمل جروبينج، عاوز اطلع حاجات تانية غير السورتنج، عاوز مثلا اقول له مثلا عاوزك كمان توريني التوتال كاونت، يعني انا عندي كام ايتم من دول. فمثلا وانا بعمل السورتنج مثلا اقول له لو سمحت اديني جراند توتال، وقول لي ده هو عباره عن كاونت اند توتال، وقول له اوكي. فتلاقيه راح تحت قال لك كمان الجراند توتال بتاع دول، دول انت عندك 30 عمود، فهو راح عدهم لك كمان. وممكن مثلا في نفس الكلام ده تقول مثلا والله انا عاوز مثلا مجموع اللينسز، لو انت مثلا بتحسب مثلا كميات مثلا لاي بي، بس ده كده كده اصلا هيبقى هيطلع في كوانتيتي اوف يعني، بس لو انت عاوز مثلا مجموع اي عمود من دول هو برضه يجمعه لك مفيش مشكله. تاني، ايه علاقة ده بالبيم؟ ده التطبيق، ان انت لما كنت بتحط كل، مش مجرد بترسم ايتم زي الكاد، لا انت بتحط ايتم، دي مش ايتم، دي بقت انتيتي، انتيتي وليها بروبرتي وليها علاقات باللي قبلها واللي بعدها والكلام ده. بناء على الكلام ده بقى هو قدر يتعامل مع الداتا بتاعتها، قدر يتصرف في الداتا، يقول لك اه طب والله رتب لي، اعمل لي، طب طلع لي كذا، طب احسب لي كذا. الكلام ده ما كانش ممكن قبل كده على الحاجات بتاعت الكاد، ان كانت مجرد رسمة صماء. تمام. فتعالى مثلا نعمل حاجة تانية، تعالى مثلا ناخد اكزامبل تاني، نروح مثلا ناخد البيبان، وقلت له والله مثلا انا عاوز والله اوري التوتالز بتاعت الحاجات كلها. فهو مثلا اخترت البيبان، وقلت له في البيبان في الفورماتنج اللي هي كانت جنب السورتنج، قلت له والله وريني الايه الارتفاعات الهايتس. فوالله وانا عند الهايتس قلت له لو سمحت وريني الكالكوليشنز وريني التوتالز بتاعتها. فهتلاقي في الـ في الـ اذا نسيت احطها معلش انا اسف مش مشكله. فهتلاقيه حاط لك في النهايه تحت العمود بتاع الهايتس، هتلاقيه حاط لك التوتال بتاعها كمان. فده برضو يعني مجرد برضو فورماتنج تلعب فيه بشكل لطيف. تمام. طيب ده كده بالنسبه كده احنا وقفنا عند دي اخر حاجه في السكادول اند كوانتيتيز. بعد كده الجزء بتاع الحصر، كنت انا اتكلمت قبل كده عن في فيديو اللي هو بتاع الكارير والكلام ده، ان هو يا جماعه يعني في حاجات هتنقرض خلاص، في حاجه زي اللي هو مهندس مكتب فني قاعد بيحصر ويحسب مساحه وحجم وكلام من ده، الكلام ده خلاص. فده مثلا اكزامبل يعني، حتى لو مش عاجبك قوي دقته او مش شايفه عظيم قوي، بس حتى مع الوقت اكيد يبقى فيه يطلع منه فيرجنز احسن، فخلاص مش محتاج نضيع وقت بعد كده. هو خلاص البيم هيلغي فانكشنز كتير كانت موجوده قبل كده بسبب عجز الكاد. فمثلا عندك مثلا الحصر، فوالله بنفس الكلام برضو على لو هنستعمل الريفت كمثال، فانت عندك فيو السكاديول، واختار المره دي ماتيريال تيك اوف، وقلت له والله انا عاوزك تحصر لي العمدان. فدلوقتي يقول لك والله كله ماتيريال تيك اوف، وتقول اوكي طيب انت عاوز تحصر ايه، واخدك على نفس الويندو. فانا مثلا عاوز يحصر لي المساحات والماتيريال بتاعت المساحات والفوليوم والكلام ده، وكمان
طب بس انا نخلي كمان دي بعدين. وبعد كده رحت قايل له ايه خلاص، فهيطلع لك قلت له اوكي، فهيطلع لك الجدول بتاع الانتطال، المساحات اهي عندك، وممكن نفس المره اللي زي عملنا قبل كده نقول له والله وريني التوتالز بتاعتها والكلام ده، فدي الماتيريال يونت ويت كلام من ده. طيب انا بعد كده بقى حبيت ان انا اعمل فانكشن جديد، فهعمل هي الاف اكس، ان انا عاوز اعمل خاصيه جديده هو مش مديالي في الاوبشنز بتاعتي. فخلص، فانا قلت مثلا انا عاوز مثلا اعمل حاجه اسمها ثيكنس ريشيو. فالثيكنس ريشيو دي اللي هي هتبقى عباره اللي هي البريمتر مقسوم على الثيكنس بتاعتها، تمام. فانا خلص اقول له والله انا عاوز فورمولا بعد اذنك، ودي نوعها هيبقى كومن، والتايب بتاعها دي ارقام، وممكن تخليها انتجر عادي يعني. دي في الاخر دي بقى الفورميليشن والكلام ده، انا مش خبير فيها قوي، انا راجل بتاع بيم اكتر بس. بعد ما عملت الفانكشن اقول له والله اوكي بس، فبقى عندك دلوقتي خاصيه جديده اسمها ثيكنس ريشيو اللي انت لسه عاملها دي، ما كانتش موجوده هنا بس. وتقول له بعد كده اوكي، وهو راح حسب لك بقى اللي عمل لك جدول، عمود جديد في الجدول باللي انت طالبه. فدلوقتي بقى في داتا، في فلكسبيليتي في التعامل مع الداتا، انا عندي الداتا واقدر اغير في شكلها واتعامل معاها بشكل كويس، تمام. بعد كده في الجزء بتاع الكلاش ديتكشن بقى، ده اخر خاصيه هتكلم عليها. تاني انا هتكلم على 3D كلاش ديتكشن، ال4D هتكلم عليه بعدين. فال اولا يعني ايه هو الكلاش؟ الكلاش اللي هو في حاجه غلط في الاسباتيال كوردينيشن. يعني والله مثلا انت مثلا عملت موديل للستراكشرال وموديل للام اي بي، فوالله مثلا انت عملت، فالموديلين لما ركبتهم على بعض كان في غلطه في الجيومتري مثلا، فهتلاقي مثلا ان في ماسوره لازم هتعدي من الكاميرا او من العمود، فده غلط، فدي خطا في الجيومتري، في حصل خطا في الكوردينيشن، فمحتاج انت تصلحها. وهي غالبا بتحصل دايما لما انت تحط ديفرنت مودلز مع بعض لاسباب كتير. انت عملت مثلا دي، انت قاعد شغال ده لوحده وده لوحده، فده مش شايف ده، او مثلا عشان لو مشاريع بتبقى يعني كبيره، فاصلا بتوع الام اي بي منفصلين تماما عن بتوع الاستراكشر، فبيشتغلوا بعد كده في كوردينيشن بيحصل الكلام ده وهكذا بس. فتاني نتكلم، احنا عندنا اربع انواع من الكلاش ديكشن في الجزء بتاع 3 دي. فاول حاجه عندك الهارد، الهارد ده اللي هو جيومتريك انترسكشن، ماسوره داخله في عمود، دي سهله. بعد كده في الهارد كونسرفاتيف، هي نفس الكلام برضه جيومتريك انترسكشن، بس في نفس الوقت بيبقى في طريق، يعني انت في ميثود معينه انت طالبها في الكونسرفاتيف، يعني في الكونسرفاتيف انترسكشن انا طالب طريقه معينه ابلاي كمان دي بجانب الموضوع. بعد كده في الكليرنس، ان والله لا ده انا مش عاوز بس ان حاجه تخش بعضها، لا انا عاوز كمان ان يكون في كليرنس ما بينهم مثلا 20 سم، لو اقل من 20 سم انت اعتبر لي ان ده كلاش وقول لي لو سمحت. وبعد كده لو في دوبليكيشن، حاجه اتعملت في الموديل ده واتعملت كمان في الموديل ده، فبقى في اتنين منها كلام من ده، فلو سمحت قول لي برضه. فدي الاربع كلاشز اللي ممكن نبص عليها في ال 3 دي. فطبقها على النيفز وورك، انت والله في الصفحه الهوم الاساسيه هتقول له والله لو سمحت انا عاوز اشوف الكلاش ديتكشن ديتكتيف، فهيفتح لك. فمثلا ادي مشروع، فانت عندك جزء اركتكشر، جزء ام اي بي، وجزء استراكشر، انت عندك 3 لايرز مركبهم على بعض بس. فهتيجي لما فهتيجي اول حاجه انت محتاج تعمل تيست، فتقول له والله اعمل لي تيست لو سمحت التيست، فهيقول لك ادي التيست بتاعك، انت صغير اسمه وسميه كل حاجه واعمل اللي انت عايزه. وانا مثلا انا عاوز اشوف هل في اي تقاطع خاطئ ما بين الاستراكشر والام اي بي ولا لا، فانا والله هختار واقول له والله اختار، انا اقول له قارن لي ايه لو سيلكشن ايه، يعني قارن لي ده بده، فانا قارن لي الستراكشر بالام اي بي، والتايب هارد زي ما زي اللي هي الانواع اللي اتكلمنا عليها، والله التولرانس انا عاوز 0.003 متر مثلا، ايا كانت عاوز تختار ايه، وتقول له ران التست على كده. ممكن تخش مور ديتيلز، بس دي بقى حاجات سوفت وير مالهاش علاقه بالبيم. دلوقتي احنا بنتكلم على الجيومتريك داتا اللي هي البروبرتيز والاتريبيوتس بتاعت الانتيتي اللي عندي. فدلوقتي هو بيبدا يقارن وبيربط ما بينها وبعضها، فوالله طلع عندك مثلا هنا كذا كلاش. بعد ما عملت ران قال لك والله انت عندك 34 كلاش وده شكله. طيب انا حبيت مثلا اشوف مور ديتيلز عن الكلاش، فهتلاقيه على اليمين بتاع الجدول في اللي هو الويندو الصغيره دي، فتقول له والله مثلا فوكس اون كلاش، فاول ما تقول له فوكس اون كلاش روح فيجي في الرسمه واعمل لك زومنج وموريك الجزء بتاع ال 3 دي بتاعها اهو. ففي عندك دي شكلها بيم او حيطه وداخل فيها ماسوره، فمحتاجين نظبط الموضوع ده وهكذا.
فدي كده يعني ده اكزامبل ان ازاي احنا بدينا نستعمل الداتا بتاعت البيم بتاعتي وازاي الداتا بتتفاعل في ان انا ابدا اطلع فانكشنز كنت عشان اعملها قبل كده محتاج لازم اعملها من خلال مانيوال او ان حاجه تفاجئني وانا شغال كلام من ده. دلوقتي لا، البيم بيساعدني ان انا اقدر اعمل الحاجات دي بسهوله واحسن بكتير من الكاد. ودي السورسز بتاعتنا، والسلام عليكم.